طمن الناس على تمرينة النادي الأهلي، خصوصا أنه في حاجات كتيرة جدا هتشوفوها معانا تطمنكم إن شاء الله على جاهزية الفريق وعلى جاهزية اللاعبين وعلى عودة وسام أبو علي وجاهزية كل عناصر النادي الأهلي. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح في الأهلي في الجزيرة ونطمن منه على التمرين الأخير والاستعدادات الأخيرة للنادي الأهلي ومارسيل كولر لمباراة القمة غدا. يا فاروق مساء الخير. برحب بك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكابتننا الكابتن احمد عادل، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت زميلي احمد، بالفعل النادي الاهلي بيؤدي تدريبه الاخير النهارده على ملعب مختار التتش، هيختتم تدريبه اليوم طبعا وهيتجه الى احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه طبعا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الزمالك اللي هتقام غدا ان شاء الله على استاد القاهره في تمام الساعه 7. قبل ما نتكلم في اي تفاصيل زميلي احمد، خليني اكد لك امر مهم. ما يدور خارج ملعب مختار التتش شيء، وما يدور داخل ملعب مختار التتش شيء مختلف تماما. النادي الاهلي لا يتطرق اللاعبين، مستر كولر، كل افراد المنظومه في النادي الاهلي بدءا من مجلس اداره النادي الاهلي مرورا بكل فرد داخل المنظومه، التحضير لمباراه الزمالك. ما فيش اي يعني اذان بتسمع لكلام بيتقال او يثار خارج ملعب مختار التتش. الاهلي بيحضر للمباراه، تحضيراته، البرنامج الموضوع للنادي الاهلي ان شاء الله يوم يكون موفق، ان شاء الله النهارده يختتم الفريق تدريباته، ويوم يكون موفق غدا ان شاء الله للنادي الاهلي في مواجهه فريق الزمالك على استاد القاهره الدولي. خليني اعرف منك، يعني يمكن واحنا بنتابع معاك لقطات من تمرينته النهارده شفت وسام ابو علي في الملعب، عايز اطمن معاك على حاله وسام ومدى جاهزيته للقاء بكره ان شاء الله يا فاروق. يعني زميلي احمد خليني احسم معاك بعض الامور طبعا اللي اكيد بتهمك وتهم كل جمهور النادي الاهلي. خليني اكد لك طبعا جاهزيه وسام ابو علي لهذه المواجهه. وسام شارك في التدريبات الجماعيه على مدار الايام الماضيه، طبعا قبل مباراه الداخليه كان شارك في يعني الجزء من الكبير من المران الجماعي، ثم طبعا التدريب اللي كان يعني عقب مباراه الداخليه شارك ايضا في التدريب الجماعي، النهارده شارك بالتدريب الجماعي. فاروق انا شايف علي معلول قدامي دلوقتي، الناس بتتفرج وبتتابعنا، شايفين علي معلول كان حاضر التمرين النهارده. يعني بالظبط زميلي احمد، يعني انا زي ما وضحت لك ان في امور هنطمن برضو من خلالك جمهور النادي الاهلي على علي معلول، على بيرسي تاو، على عمر كمال عبد الواحد، على كافه هذه الامور. لكن يعني زي ما انت طرحت في البدايه احمد، خلينا اكد لك جاهزيه طبعا وسام ابو علي اللي جاهز لهذه المباراه وهيكون موجود في قائمه النادي الاهلي غدا ان شاء الله لمواجهه فريق الزمالك. طبعا علي معلول النهارده كان موجود في النادي الاهلي. خليني اقول لك ان البرنامج التاهيلي الموضوع لعلي معلول كنا مع الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي اللي بنفسه بيتابع كل الامور كل كبيره وصغيره مع علي معلول. يعني انت عارف في جزء علاج طبيعي شغال عليه دلوقتي علي معلول بيسير فيه بخطوط يعني ان شاء الله تقدر تقول يعني بنتائج مبشره الحمد لله. يعني ان شاء الله زي الفتره المحدده اللي يعني زي ما قال الجهاز الطبي من قبل الفتره ما بين 4 لـ6 شهور. خلينا اكد لك ان شاء الله علي معلول يكون جاهز باذن الله قبل هذه المده باذن الله، ويكون واحد طبعا من اللعيبه المهمه جدا وعودته تكون اضافه لفريق النادي الاهلي. خليني احسم معاك يا احمد امرين مهمين جدا، سواء بيرسي تاو او عمر كمال عبد الواحد، خلينا اقول لك ان هم تماما خارج مباراه النادي الاهلي والزمالك. يعني تقدر تقول بيرسي تاو في مرحله التاهيل الاخيره، وايضا عمر كمال عبد الواحد ايضا في مرحله التاهيل الاخيره. يعني النهارده عمر كمال عبد الواحد اكتفى به جزء من الجانب التاهيلي في الجيم يعني غرفه العلاج الطبيعي، ايضا بيرسي تاو طبعا ما فيش اي لعيب منهم طبعا هيكون موجود في قائمه الفريق لمواجهه الزمالك غدا باذن الله. طبعا القائمه تشهد عوده قائد وكابتن الفريق محمد الشناوي اللي كان غاب عن اللقاء الاخير امام الداخليه، ايضا عوده وسام ابو علي. عايز اكلمك بقى على كافه اللاعبين او كافه العناصر الموجوده في فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي بكامل قوته الضربه بكافه العناصر بدءا من الكابتن محمد الشناوي ومصطفى شوبير وايضا محمود الزنفولي وحمزه علاء. وبالمناسبه يا احمد برضو خليني اطمنك على النهارده ايضا كان موجود في على هامش التدريب مصطفى مخلوف الحارس اللي كان يعني اصيب بكسر في الوجه. خليني اقول لك بدا ايضا النهارده الجزء الاول في برنامج التاهيلي الموضوع لمصطفى مخلوف، بخلاف يعني مصطفى مخلوف، علي معلول، بيرسي تاو، وعمر كمال عبد الواحد، كافه لعيب النادي الاهلي جاهزين لهذه المواجهه. كريم فؤاد موجود عندك في مركز الظهير الايسر، وايضا احمد نبيل كوكا سواء في مركز الظهير الايسر او في نص الملعب، ايضا عندك محمد داني واكرم توفيق، مروان عطيه، اليو ديانج، امام عاشور، كافه اللعيبه في خط وسط النادي الاهلي، عمرو السوليه، خط في هجوم النادي الاهلي او خط الوسط الهجومي سواء حسين الشحات، بيرسي تاو، كريستو النهارده اللي بيظهر ايضا في التدريب بشكل مميز جدا، محمد الضو، كريستو واحد من اللعيبه يعني الاضافات المهمه جدا.
ايضا زميلي احمد يعني على هامش برضو التفاصيل الخاصه بالمران، بطمنك ايضا على اللعيبه اللي موجوده من قطاع الناشئين سواء احمد عبدين ومحمد عبد الله، ايضا اللاعب الغاني ريندورف واحد ايضا، وعناصر من العناصر المميزه والمبشره في النادي الاهلي اللي بنشوفها بتظهر في التدريب بتاخد ثقه مستر مارسيل كولر. اعتقد كل الامور مهيئه ان شاء الله طبعا يا احمد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي اللي ان شاء الله عقب نهايه المران الفريق هيدخل معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه للاستعداد طبعا لمواجهه فريق الزمالك غدا باذن الله. انا موجود طبعا معاك احمد لو في اي استفسار او اي تساؤل، وبرضه نتكلم لو احطك في الصوره ايضا لترتيب الفريق او برنامج الفريق غدا باذن الله. عايز اعرف منك هو بعد انا عارف ان الفريق هيدخل معسكر مغلق النهارده وبعد المران مباشره. بالفعل يا احمد بعد عقب المران الفريق هيدخل في معسكر مغلق خلاص، يعني انا باكد لك يعني بقى في امور خلاص اعتياديه التجهيزات اللي بتتم طبعا. يعني بالمناسبه برضو يا احمد على هذا السياق ايضا طبيب التغذيه بالنادي الاهلي بيجهز البرنامج الغذائي للاعبين غدا باذن الله بموعد الوجبات بالامور الخاصه بوجبه او العناصر الغذائيه اللي هتكون موجوده في وجبات اللعيبه غدا باذن الله. عايز اقول لك كل التحضيرات دي بتتم في حاجات خلاص يعني اللي تقدر تقوله في الوقت اللي انا بكلمك في بعض الامور الخاصه بالفريق خلاص بتتجه مع يعني عمال الفريق النادي الاهلي او عمال المهمات الى مقر اقامه الفريق في احد الفنادق طبعا لتجهيز الغرف وتجهيز كافه الامور اللي بيحتاجها الفريق، لان مستر مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بيجي يوم المباراه بيبقى في فتره تدريبات خفيفه لمده ربع ساعه او نص ساعه بتبقى في مقر اقامه الفريق يوم المباراه، فكافه هذه الامور خلاص يعني تم التحرك منها خلاص لمقر اقامه الفريق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراة. الفريق خلاص يعني هيختتم التدريبات ويتجه طبعا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الزمالك. دي تغطيه كامله وشامله ووافيه من الزميل فاروق صلاح عن تمرينه النادي الاهلي، طمنا فيها على سكواد. بشكرك يا فاروق طبعا، شكرا جزيلا.